السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي. نستكمل معا اليوم درسا جديدا من دروس النحو للصف الرابع الابتدائي، وهو رفع المبتدأ والخبر. هيا بنا نتعرف سنة رابعة على رفع المبتدأ والخبر. إذا كان المبتدأ والخبر مفرد، المبتدأ والخبر دائما مرفوعين، أي علامة الضمة الضمة زي ما احنا هنعرف من خلال الأمثلة المختلفة. والمبتدأ والخبر قلنا مرفوعان بالضمة إذا كان إيه؟ إذا كان مفردين. هيا بينا نشوف الأمثلة ونوضحها مع بعض. بيبدأ درسنا المثال الأول بيقول العلم نور. المثال الثاني أسماك البحر لذيذة. المثال الثالث الشارع واسع. المثال الرابع الطالب المجتهد محبوب. نلاحظ في الأمثلة دي إن الأمثلة إن هنا دي جمل اسمية كلها تتكون من مبتدأ وخبر. تعالوا نشوف المثال الأول مع بعض. العلم نور، دي جملة اسمية. عرفنا منين؟ لأن العلم ده اسم، اسم في أول الجملة، فطبيعي اسم بدأت بيه الكلام، الاسم بدأت بيه يبقى مبتدأ. طب مبتدأ إيه؟ قالك المبتدأ هنا بيكون مرفوع. طب مرفوع علامة رفعه إيه؟ أبص العلم ده اسم مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ قالك ده اسم مفرد. طب أنا عندي الاسم المفرد يا حبايبي بيرفع بالضمة، دي قاعدة كده أساسية عندك إن الاسم المفرد بيرفع بالضمة، يبقى العلم تتعرف إيه؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب نور، قالك نور هنا إيه؟ خبر، لأن هو اللي كمل لي معنى الجملة. العلم ماله؟ العلم نور. فنور هنا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة برضو لأنه اسم إيه؟ مفرد. هيا بنا نستكمل باقي الأمثلة. أسماك البحر لذيذة. تعالوا كده نعرف سنة رابعة، لو قلنا أسماك، أسماك هي اسم بدأت به الجملة، الجملة دي طبعا جملة اسمية، وعرفنا ان هي مكونة من مبتدأ زائد خبر. المبتدأ اسم ببدأ به الجملة وهو كلمة أسماك. طيب انا عايزة اتوصل للخبر، هل لو قلت كده كلمة البحر كده انا فهمت حاجة او كمل لي معنى المبتدأ او اخبرني عن المبتدأ؟ اسماك البحر مالها؟ او لا كلمة لذيذة، كلمة لذيذة هي اللي اخبرتني او كملت لي معنى الجملة، يبقى اذن كلمة لذيذة هي الخبر. البحر دي ليه اعراب تاني ان شاء الله بعد كده انا اخدوه بالتفصيل. يبقى اسماك الكلمة او الاسم اللي بدأت بيه الجملة هقول عليه مبتدأ. لو جيت عرفته بقى سنة رابعة زي ما احنا عرفنا ان هو اسم جمع تكسير، اسم اسماك هتبقى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والخبر اين الخبر؟ هي لذيذة، تمام، اللي اكمل لي او اخبرني عن المبتدأ هيبقى خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. المثال التالت بيقول الشارع واسع. طب بص هنا معايا في المثال ده الشارع واسع، الشارع هنا ده اسم في اول الجملة برضو فهنعربه على انه مبتدأ. طب مبتدأ ماله؟ مبتدأ مرفوع طبعا وعلامة رفعه الضمة لان الشارع ده اسم مفرد. طيب بص حبايبي في حاجة اسمها الضبط. ايه هو الضبط؟ قالك هو تشكيل اخر حرف في الكلمة. انا مش كنت بقول ده مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فالطبيعي اللي انا احط فوق او نضع فوق كلمة حرف العين ضمة. طيب واسع، قالك واسع هنا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، واحنا قلنا الخبر غالبا بياخد تنوين بالضمة. المثال الرابع الطالب المجتهد محبوب. تعالى كده نستخرج المبتدأ والخبر زي ما احنا عرفنا ونقوم بضبطه او اعربه. اول كلمة الاسم اللي بدأت بيه الجملة الاسمية اللي هو كلمة الطالب. الطالب هو هيبقى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهضبطه بضمة واحدة. ثم استخرج الخبر، نفس الكلام في المثال التاني. لو انا قلت كده الطالب ماله، هل الطالب المجتهد كده وسكت يبقى انا كده فهمت؟ لا، هو فصل لي بكلمه تانيه ما بين المبتدا والخبر. كلمه المجتهد ديت هي بتوصف الطالب، هي مش خبر، لان انا لو وقفت عندها هي ما كملتليش معنى الجمله وما اخبرتنيش عن الطالب بحاجه، هي وصفته. فاذا الخبر عندي محبوب، فمحبوب هنا هتبقى الخبر المرفوع وعلامه رفعه الضمه، وطبعا هحط تنوين بالضم عشان الكلمه ما فيهاش الف ولام. طيب تعالوا نشوف النموذج الإعرابي مع بعض. الطالبة مجتهدة. الطالبة
ده زي ما احنا تعودنا الاول دي جمله اسميه ولا فعليه، بدات باسم اللي هو الطالبه فتبقى جمله اسميه. طيب يبقى بدل ما جمله اسميه لازم نشوف ركنيها. يعني ركنيها احنا اتفقنا ان الجمله الاسميه او الجمله الفعليه بيبقى ليها اركان. طب ايه اركان الجمله الاسميه؟ قال لك الجمله الاسميه ما تبقاش جمله اسميه من غير مبتدا او خبر. طب فين المبتدا؟ فين الاسم اللي بدات بيه؟ الطالبه. فالطالبه تبقى ايه؟ مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه. طب مجتهده خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه. مثال اخر، نموذج الاعراب، الفلاح النشيط ماهر. تعالوا بقى نستخرج كده على طول، احنا عرفنا بقى ان المبتدا والخبر واستخرجه ازاي حتى لو فصل لي ما بين المبتدا والخبر بكلمه تانية. الفلاح الاسم اللي بدات بيه هيبقى المبتدا، وانا عرفت اعرابه ان هو دائما مرفوع، هيبقى مرفوع وعلامه رفعه الضمه. الفلاح الكلمه اللي اخبرتني بقى عنه او الخبر فين؟ او ماهر، هيبقى خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه. طب نيجي نشوف بقى التدريب ده مع بعض. بيقول لي اكمل بمبتدا مناسب. واحد، نقط منير. طبعا ايه اللي عندنا بيكون منير؟ القمر. القمر او الضوء، لكن هنا مناسب ليها القمر منير. نقط سريع. ممكن يكون ايه سريع؟ القطار سريع، صح؟ ممكن ينفع البنت سريع؟ لا، بس هنا لازم يكون ايه؟ المبتدا بيتبع الخبر في الافراد والتثنيه، وبرده مذكر او مؤنث. يعني ما ينفعش اقول البنت سريع او السياره سريع، لا، ممكن اقول القطار سريع، الولد سريع، الفهد سريع، الاسد سريع، كل دي تمشي معايا. لكن انا هنا اقول ايه مثلا؟ القطار سريع. المثال الثالث، نقطه ضخم. ممكن ايه ضخم؟ ايه طبعا الفيل ضخم. ما ينفعش طبعا اقول ايه الزرافه ضخم، لا، برضو لازم اركز على التذكير والتانيث. يعني ده الاسم مبتدا مؤنث، يبقى الخبر اكيد لازم يكون مؤنث. المبتدا مذكر، يبقى الخبر مذكر. رابعا، نقط مسليه. هتبقى ايه الاجابه؟ اكيد بقى مبتدا مؤنث، هتبقى القصه مسليه. اكمل بخبر مناسب. هنا بقى عكس لي بقى سنه رابعه، بدل المبتدا هيبقى الخبر، هكمل انا بالخبر وهجيب لي المبتدا. نقط، لا، المثال الاولاني الاسد نقط. الاسد ايه؟ ممكن اقول الاسد ملك الغابه، ممكن اقول الاسد مفترس. تمام، يبقى هنا تعال نشوف، قال لك الاسد مفترس. الحديقه نقط. الحديقه ايه؟ ممكن تكون واسعه، ممكن تكون جميله، صح ولا لا؟ طيب نشوف هيقول ايه. قال الحديقة واسعة. المثال الثالث، التاجر نقط. التاجر ماله؟ ممكن التاجر فيه صفة بتميز التاجر، ان هو لازم يكون ايه؟ امين، ممكن يكون ماهر، صح ولا لا؟ يبقى هنا ممكن حاجة توصفه، التاجر ماهر، التاجر امين. المثال الرابع، السماء نقط. السماء صافية. هيا بنا نتعرف على سؤال المتفوقين وسؤال المرحلة الأولى. يقول أكمل بخبر مناسب مع الضبط. سنة رابعة أنا هجيب الخبر من عندي وكمان هضبطه، يعني هشكله. أكمل بخبر مناسب مع الضبط. المثال الأول، الشمس نقط. المثال الثاني، القصة نقط. انتظار إجابتكم إن شاء الله. طيب احنا عرفنا ان المبتدأ والخبر لما يكون مفرد بيرفع بيه الضمه. طب يا ترى لما يكون المبتدا والخبر جمع تكسير؟ طب يعني ايه جمع تكسير؟ احنا خدناه قبل كده، هو ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين ويكون بتغيير صوره مفرده. زي كلمه شجره جمعها اشجار، اشجار ده جمع تكسير لان المفرد اتغير. كتاب مفرد جمعها كتب، كتب ده جمع ايه؟ تكسير، صح. طب يا ترى بقى المبتدا والخبر لما يكون جمع تكسير بيرفع بايه؟ قالك هو نفس المفرد، ان هو يرفع بيكون مرفوعين دائما، ويكونوا مرفوعين بايه؟ بالضمه. والضمه هنا حبايبي دي علامه اصليه، هتعرفوها بعد كده. علامه اصليه يعني هو الاصل، ان الاسم المفرد او جمع التكسير بيرفع بالضمه اذا كان طبعا ايه؟ جمع تكسير. تعالوا نشوف الامثله مع بعض. هيا بدنا نتعرف على الامثله. العمال مهارتهم. المثال الثاني، الاصحاب اخوه. المثال الثالث، العلماء أذكياء. الرابع، الشوارع هادئة. نبدأ مع بعض نشوف واحدة واحدة كده. العمال مهرة. العمال هنا
ده اسم في اول الجمله، تبقى جمله اسميه. طب انا الجمله الاسميه لازم نشوف ركنيها مع بعض، العمال ده اسم هو في اول الجمله فبيبقى مبتدا. طب مبتدا ايه؟ مبتدا على طول، واحنا واثقين ان مبتدا مرفوع، يبقى مبتدا مرفوع علامه رفعه. واستنى كده وابص شويه، العمال ده اسم مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ لا يا ميس، بلاحظ ان العمال كلمه جمع، وانا عرفت دلوقتي ان جمع التكسير هو ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين بتغيير صوره مفرده، والعمال ده جمع تكسير، وانا عرفت برضو ان هو هيعرب زيه زي المفرد. طيب هنا مبتدا مرفوع علامه رفعه الضم. طيب العمال مالهم؟ مهره، وكلمه مهره ايضا جمع تكسير ومفردها ماهر، وهي اللي اخبرتني عن المبتدا اللي هو العمال، هيبقى خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه. كذلك المثال الثاني الاصحاب واخوه، اشوف الكلمه، هي الاصحاب هي مبتدا، الاسم اللي بدات به الجمله الاسميه، وهو جمع، وانا عرفت ان هو جمع تكسير عشان تغير صورته عند الجمع، ويعامل معامله المفرد في الاعراب، هيعرب مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه. طيب الاصحاب مالهم؟ اخوه، ده الخبر اللي اخبرني او كمل لي معنى الجمله. يبقى هنا إخوة ممكن يعني نعربها إيه؟ خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. كذلك المثال الثالث العلماء وأذكياء، العلماء بلاحظ إن هي جمع إيه؟ العلماء ده جمع تكسير ميس، مفردها عالم. ويعامل معاملة المفرد زيه زي المفرد، يعني بيرفع بإيه؟ بالضمة. يبقى أقول العلماء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وأذكياء برضو هي اللي كملت لي يا ميس معنى الجملة، العلماء مالهم؟ أذكياء. يبقى أذكياء هنا إيه؟ خبر مرفوع على مترفوع هنا ايه يا ميس؟ الضمه زيه زي المفرد، لان جمع التكسير بيرفع بالضمه. كذلك المثال الرابع الشوارع هادئه، الشوارع بلاحظ ان هي جمع ايه قلنا؟ تكسير. تكسير لانه تغير صوره مفرده عند الجمع. الشوارع هتبقى مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه، وهادئه الخبر او اللي كمل لي معنى الكلام، خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه. ميس، طب هنا الشوارع جمع وهادئه مفرد؟ يا ميس، علشان احنا الجمع هنا جمع غير عاقل، ممكن ان انا اقول هادئه زي المساجد واسعه. يا ميس، طيب نشوف بقى نموذج كده الاعرابي، نموذج للاعراب بيقول لي الاصدقاء اوفياء. طب نعرب المثال مع بعض، دي جمله اسميه ولا فعليه؟ الجمله هنا جمله اسميه عشان بدات باسم، وبلاحظ ان المبتدا هنا جاي ايه؟ جمع ايه؟ تكسير. جمع تكسير لتغير صورته عند الايه؟ عند الجمع. وهلاحظ ان الاصدقاء هنا مبتدا، وهعربها بقى عادي مش هتلخبط، مرفوع وعلامه رفعه الضمه. الاصدقاء مالهم؟ اوفياء. اوفياء هي الخبر اللي اخبرني عن المبتدا اللي هو الاصدقاء، وكمل لي معنى تكسير يا ميس، فيعرب خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه. نموذج اخر للاعراب الرجال اقوياء، برضو الجملة هي جملة اسمية بدأت باسم، وبلاحظ ان المبتدأ هنا جمع تكسير، وهعربه بقى عادي انا مش هتلخبط، ان الرجال مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لو حبيت اشكله هحط ضمة واحدة على اللام على اخر حرف في الكلمة. واقوياء هي الخبر وجمع تكسير ايضا اللي اخبرني عن الرجال وكمل لي معنى الجملة، هيبقى خبر مرفوع علامة رفعه الضمة لو ضبطته او شكلته نفس الكلام اللي احنا اخدناه. يجي مثال هنا بيقول لي حدد المبتدأ ثم بين علامة رفعه مع بيان السبب. ايه ده؟ هنا كده طالب ايه؟ كذا حاجة مني. اول حاجة هو عايزنا اطلع المبتدأ. طب ايه تاني؟ ابين علامة رفعه، يعني مرفوع بايه؟ احنا لحد دلوقتي خدنا الضمة مع بيان السبب، عايز يعرف بقى السبب ليه الضمة، اشمعنى الضمة؟ ده اللي هناخدوه مع بعض. المثال بيقول التلاميذ اذكياء، التلاميذ اذكياء، يلا دي جملة اسمية صح؟ طب فين المبتدأ؟ المبتدأ كلمة التلاميذ، عايز كمان يميس علامة رفعه، انا اخدت ان المبتدأ بيرفع، وشوف بقى نوع الكلمة، انا اخدت ان المفرد بيرفع بالضمة، ولكن هنا التلاميذ جاي جمع تكسير، وانا عرفت ان جمع التكسير بيرفع ايضا بالضمة زيه زي المفرد. يبقى هنا العلامة علامة رفعه الضمة. طبعا لو قال لي بيان السبب برضه هذكر له ان هو جمع تكسير. نيجي مع سؤال المتفوقين للمرحلة الثانية، بيقول لي أكمل الجمل الآتية بجمع التكسير المطلوب مع ضبطه. السؤال تاني بيقول لي أكمل الجمل الآتية بجمع التكسير المطلوب مع ضبطه، الكتاب نقط العلم. التاني مثال الآبار نقط تحت الأرض. ننتظر إجابتكم، ننتقل بعد كده
حالة ثانية وهي رفع المبتدأ والخبر برضو، بس لما يكون جمع مؤنث سالم يا ترى بقى يرفع بيه؟ جمع المؤنث السالم احنا خدناه قبل كده سنة رابعة ان هو ما دل على اكثر من اثنتين بزيادة الف وتاء، زي كلمة فتيات، مؤمنات، بنات، فدي كلها جمع مؤنث سالم. هنا بقى هعرف لو كان المبتدأ والخبر جمع مؤنث سالم بيرفع بإيه زي ما احنا اخدنا قبل كده مع جمع التكسير والمفرد. المبتدأ والخبر سنة رابعة اذا كان جمع مؤنث سالم بيرفعان بالضمة، يبقى القاعدة عندي المبتدأ والخبر دائما مرفوعين، ولكن إذا كانوا جمع تكسير بيرفعان بالضمة، وإذا كان جمع مؤنث سالم برضو بيرفع بالضمة والمفرد بيرفع بالضمة. يبقى إذن القاعدة المبتدأ والخبر إذا كان جمع مؤنث سالم بيرفعان بالضمة. تعالوا نشوف الأمثلة دي مع بعض. الأمثلة بتقول الفتيات مهذبات، الطالبات نشيطات، الأمهات رحيمات، العاملات ماهرات. طيب نشوف الأمثلة واحدة واحدة مع بعض. الفتيات مهذبات، يا ترى دي جملة اسمية ولا فعلية؟ يلا زي ما تعودنا الفتيات ده اسم في أول الجملة وبقى جملة ايه؟ اسمية. يبقى الفتيات ده المبتدأ، الفتيات مالهم؟ مهذبات، مهذبات خبر. طيب يا ترى الفتيات هنا ده بقى مبتدأ مرفوع بقى بإيه؟ نبص مع بعض، الفتيات ده اسم مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ جمع. جمع ايه؟ مؤنث سالم. طب جمع المؤنث السالم بيرفع بإيه؟ بالضمة. طيب مهذبات خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، برضو ليه الضمة؟ لأنه جمع مؤنث سالم. هيا بنا نتعرف على المثال الثاني، الطالبات نشيطات. الجملة هنا سنة رابعة جملة اسمية، بدأ طبعا باسم عشان كده أنا قلت عليها جملة اسمية، وطبعا أنا قاعدتي هنا إن المبتدأ والخبر جمع مؤنث سالم، فلاحظت إن الطالبات ونشيطات كلاهما جمع مؤنث سالم، فلما أجي هعرب هعرب عادي زي ما أنا متعود، الطالبات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طبعا لو قال لي بقى ذكر السبب بعد كده في اسئله اخرى هقول له لانه جمع مؤنث سالم، لان انا عرفت ان جمع المؤنث السالم بيرفع بالضمه. الخبر اللي كمل لي معنى الجمله او اخبرني عن كلمه الطالبات نشيطات، هتبقى خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه، لان انا عرفت ان جمع المؤنث السالم بيرفع بالضمه. يجي المثال الثالث بيقول لي الامهات رحيمات، هنا دي جملة اسمية برضو، عرفنا منين؟ عشان الأمهات طبيعي ده اسم في أول الجملة، يا رب إيه؟ مبتدأ. طب يا ترى مبتدأ إيه؟ إحنا عندنا قاعدة ثابتة إن مبتدأ مرفوع، يبقى مبتدأ مرفوع علامة رفعه. واستنى بقى شوية كده وبص، يا ترى الأمهات ده اسم مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ ده اسم جمع. طب جمع إيه؟ مؤنث سالم. طب جمع المؤنث السالم بيرفع بإيه؟ بالضمة، ودي علامة أصلية، يبقى الأمهات مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. طب رحيمات، رحيمات ده هي اللي كملت لي معنى الجمله، يبقى خبر مرفوع علامه رفعي. وبص يلا، خبر مرفوع علامه رفعه ايه؟ رحيمات ده جمع مؤنث سالم، يبقى علامه رفعه ايه؟ الضمه. وما ننساش الضبط، ان نضع فوق الامهات ضمه واحده، اما رحيمات هنضع التنوين بالضم، لان الاسم نكره. يعني ايه نكره؟ هنعرفه بعدين، يعني ما فيهوش الف ولام ولا جاي بعد اسمه الف ولام، ده كده يعني حاجه بسيطه ليك. ننتقل للمثال الرابع، العاملات ماهرات. نفس الكلام سنة رابعة، الجملة جملة اسمية بدأت باسم وهو كلمة العاملات، ولاحظت ان العاملات جمع مؤنث سالم، اي اخره الف وتاء، جمع مؤنث واخره الف وتاء، هعربه عادي بقى، يبقى مبتدأ، وانا عرفت ان المبتدأ دائما مرفوع، وهنا جمع مؤنث سالم بيرفع بالضمة، يبقى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الكلمة اللي أخبرتني عن المبتدأ وكملت لي معنى الكلام ماهرات، وبرضو أيضا جمع مؤنث سالم هيرفع بالضمة، يبقى ماهرات خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نيجي مع بعض كده نشوف نموذج إعرابي، بيقول لي نموذج للإعراب، المثال بيقول المؤمنات صادقات. يلا نشوف مع بعض، فين المبتدأ؟ المؤمنات، تعرفنا منين؟ عشان ده اسم طبعا في أول الجملة، يبقى يا رب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ليه الضمة؟ لأنه جمع مؤنث سالم ودي علامة أصلية، فما بقولش السبب. طبعا لو عايز أضبطها هنضع فوق مؤمنات ضمة واحدة. طب صادقات هتبقى خبر، اللي أخبرتني عن كلمة المؤمنات هتبقى خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والضبط أحط ضمتين لأن الكلمة نكرة زي ما إحنا قلنا، أي كلمة خالية من الألف واللام. نموذج آخر للأعراب، النموذج يقول البائعات آمينات. المبتدأ هنا سنة رابعة هيبقى البائعات، اسم بدأت بيه الكلام هيبقى مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، خلاص أنا عرفت بقى إن جمع المؤنث السالم بيرفع بالضمة،
لكن الخبر الأكمل اللي معنى الجملة أمينات البائعات مالهم أمينات. طب أمينات تتعرب إيه؟ خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. طب ليه الضمة؟ لأنه جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم بيرفع بالضمة. ولو نأكد على الضبط فوق أمينات هنضع تنوين بالضم لأنه اسم إيه؟ نكرة. أما البائعات فيبقى ضمة واحدة لأنه معرفة. نيجي نشوف التدريب مع بعض. بيجي يقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم واحد الباحثات نقط نقط. يا ترى مجتهدات مجتهدات مجتهدات. اي طبعا الإجابة أنا هختار سنة رابعة زي ما أنا قلت، أنا رايح أختار أو أضع كلمة تقع خبر، وأنا عرفت إن الخبر دائما مرفوع. فمجتهدات أول واحدة اللي هي تنوين بالضم، لأن هو لو أنا عرفتها هيبقى خبر مرفوع علامة رفعية الضمة، فالإجابة الصحيحة مجتهدات. تاني واحدة نقط محبوبات. يا ترى ايه؟ الصادقات الصادقات الصادقات. برضو اللي انا الكلمة اللي انا هختارها تقع مبتدأ، وانا عرفت ان المبتدأ دائما مرفوع، وهتبقى الصادقات اللي هي مرفوعة بالضم. تلاتة الفائزات نقط. الفائزات ايه بقى يا ترى؟ مبتسمات ولا مبتسمات ولا مبتسمات؟ الاجابة الصحيحة مبتسمات، عشان هتبقى خبر مرفوع وعليها بترفعية الضمة. وكده نكون وصلنا إلى سؤال لمتفوقين المرحلة الثالثة، والسؤال بيقول استخرج جملة اسمية وبين ركناها. جملة بتقول النوم حالة طبيعية من الاسترخاء تقل فيه الحركات غير الإرادية. النوم حالة طبيعية من الاسترخاء تقل فيه الحركات غير الإرادية. ننتظر إجابتكم. وبهذا نكون انتهينا من سؤال المتفوقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.